ثلاثة مرات تحت المهمة، كان في المسار ديالنا في الموضوع ديالنا البطولة. صراحة كنا محتاجين لها بزاف باش نأكدوا المسار الإيجابي اللي كان نحاولوا أننا نعاودوا نخلقوه عاود داخل الفريق. بالرجوع لمجريات المقابلة، كان عندنا اختيار أننا ندخلوا من بداية المقابلة وأننا نضغطوا، نحاولوا أننا نخلقوا فرص اللي يمكنهم يسهلوا علينا المقابلة. الحمد لله تبتلنا هدف في بداية المقابلة، كان بإمكاننا نضيفوا أهداف أخرى، ما كانش النجاعة الهجومية هادشي اللي كيخليك بعض الأوقات أنه ما تطيحش في أخطاء، حيتاش ما كتسجلش أهداف أخرى أنك تطيح في أخطاء وتضيع النقاط من يدك. دونك اختارينا أننا نبقاو إيكيليبغي وأننا ندعموا وسط الميدان باش حتى أننا نحميو النتيجة ديالنا ونقلبوا على مزيد من الإضافة أهداف أخرى. ما تأثرناش، مي كنظن شوي ساتيسفي على الأداء ديال اللعابة، بارك الله كانوا رجال تقاتلوا. والله في ديجا جوار اللي ماشي اللي ما فاجئنيش الاداء ديالهم، لان كنعرفهم مزيان وعندي كامل الثقه فيهم. شفنا دي جوار اللي اكسبيريمونتي ودي بيلي كيدخلوا تيعطيو الاضافه. دونك كنظن الحمد لله ثلاث نقاط ديال المهمه. شكرا. يعني كان واحد التوزيعه ديال المكانيه في هذه المقابلات الاخيره، الشيء اللي جعلهم يرجعوا حتى في الترتيب. وبان ان كاين اطمئنان على قمه البركانيه، مابقاش هذاك التخوف ولو انهم كانوا متقدمين وضيعوا واحد المجموعه ديال الفرص، بان اطمئنان على انهم بامكانهم باش يبقاو محافظين على هذه النتيجه. واش هذا الشيء رجع المجهود اللي راهم يبذلوه اللاعبين ثلاث الاسبوع، ام ان تكتيكمون المدرب يفضل على انه يحافظ على النتيجه بالطريقه اللي ترضيه؟ اولا كما قلت لميريت لونسون كامل ديال الكلوب، ما تنساوش انه كاين الدعم من رئيس الفريق اللي وقف جنبنا وكيعطينا الدعم ديالو. اللعابه تيقين في المشروع ديالنا، كنحاولوا ما امكن نكونوا هذاك الاسبري ديال لا فامي، وان ماشي غير نكونوا فامي، نكونوا جروب اللي باغي يدخل ويتقاتل على لي كولور ديال الفرقه. دونك هذا هو البرانسيب اللي حنا كنحاولوا نمشيو عليه، اللي هو ديما اللي كان، هو اللي دابا كان القوه ديال البركان، هو هذه اللحمه، هو هذاك لي طاديسبري ديال الجروب. حنا كنحاولوا نحافظوا على المكتسبات اللي كانت طيله السنوات الفايته كانت عند الفريق. بطبيعه الحال كتحاول تضخ افكار اللي هي جديده. اللي مشكورين عليه اللعابه هو انهم غادي معنا في التوجه، والاداره كتعطينا الدعم اللازم. حنا كنجتهدوا من الجهه ديالنا كطاقم تقني كامل، لانه ما كاينش غير المدرب، كاين الطاقم كامل اللي كيشتغل. ما علينا الا نخدموا ونخليو راسنا في الارض، وكما قلت اهم شيء هو اننا نديروا نحصلوا على النقاط باش اننا نطلعوا في سبور الترتيب، ونبقاو واحد الكام واحد لاستابيليتي حتى ان بامكاننا نرجعوا فريق لبلاصتو. السلام عليكم بداية الحدث الافريقي. انا نود ان نهنيكم على الفوز، يعني وفي الانتصارات الاخيره اظهرت كمدرب انك تقوم بتورنوفر، يعني تدوير اللاعبين، مما اعطى حيويه كبيره للفريق ولم يبقى عليه الضغط، وهو ما لم نراه مع المدربين السابقين للاسف. فمثلا ادخلت فرحان، حجي، هلالي وغيرهم، وهذا يحسب لك كمدرب. فقط هناك ملاحظه نقص واحد يتجلى في فراغ بعض المراكز بالملعب، يعني الكولوار خاوي. تعليق انا غنشوف القراءه ديال المقابله كله كيقراها، وانا غنحترم القراءه ديالك المقابله. انا اللي تنشوف القراءه ديالي في المقابله جابت لي 3 بوان. بالنسبه للمداوره ديال الجروب كنظن مساله عاديه، عندنا جروب كما قلت طايق في الجروب كامل، الجروب طايق فيا. دونك ملي تناخذ لي شوا كنلقى الدعم من اللعابه هما الاولين، سو كيفي ما كنظن اللي كاين هو خصنا نركزوا على لي شوا ديالنا، نحاولوا هذيك المداوره تكون على اسس لي صحيحه، ما تكونش فقط من اجل المداوره، لانه حنا كنشوفوا كاين عندنا دي بليسي سي فغي، ما كنتشكاش وما كنقولش شنو عندنا. مي كنظن عندنا جروب اللي قادين نمشيو به مزيان، بور لو مومون حنا غادي مزيان. باقي ما درناش بزاف الحوايج، باقي قدامنا عمل كبير، باقي قدامنا خدمه كبيره، مي جوسكا ماتنو كنظن حنا في الطريق الصحيح، وهذا هو المهم. لك المستوى اللي بداك يحق فريق مدرب كاني، خاصة كما قلت أنت الختام ديالك 3 بوان هي اللي كلشي، يعني من 3 بوان مابقاش نقاش يعني ما هو تقني. باش اليوم بأنه يقحم مجموعة من العناصر ديال شعبة، رضا حجي اللي قد ثقات بها بالنسبة للأنصار، كذلك كيوب خيري، واش تقدروا نقولوا أنه اليوم فكر ان الكرمه
من اجل تدوير وراحه المجموعه، او انهم قدروا نقولوا بان الشباب من خلال انك تشرف على الاسبور كتعرف بان الامكانيات ديالهم يعني ما كاينش فرق مع الاخرين، يعني اي حدا يقدر يمشي. واه هادشي اللي كاين، اللعابه عندهم امكانيات، ولو ما كانوش غيلعبوا معايا انا ما عاد غيلعبوا. كنا تنطيق فيهم، اللعابه اصحابهم تنطيقوا فيهم، كنظن ماشي غريب عليهم انهم يلعبوا، كنظن كيستحقوا الفرصه ديالهم، كيستحقوا في لو مومون اللي وفقنا ليه الله اننا دخلناهم فما محشمناش وعطاو الاضافه اللي خصهم يعطيو. وما تنساش انه لو ما كانش الدعم ديال المجموعه وديال الجروب وعاونوهم ما كانش يمكن المردود ديالهم يكون مزيان. وما كاينش غير هاد جوج، راه كاينين دوطر جوار اللي كما تعرفوا راه مازال تشرف على الفئه ديال العمل ومازال متبعينها، وفيها الوليدات اللي هما يقدروا يكونوا في لافنير يطعموا الفرقه. مي حنا غاديين تي تابتيت، عندنا ان جروب كنحاولوا ما كنخلوا الجو يكون صحي ما بينات اللعابه، لانه هذا هو اهم حاجه. الا كان الجو صحي فاكيد النتائج غادي يتبعوا. وبطبيعه الحال حنا خصنا نركزوا على الخدمه ديالنا كتقنيين، والناس باغي نحسنوا المردود ديالنا ونجتهدوا اكثر. وكنظن هذا الشيء اللي كاين، الا خطانا كنحاولوا نصلحوا الخطا ديالنا، وإذا كانت حاجه اللي هي ايجابيه فما كنتغروش بها، كنقولوا راه باقي ما درنا والو، سي فغي باقي ما درنا والو، فقط هي 3 بوان مهمه، ولكن خاصنا بزاف ديال 3 بوان باش نرجعوا للطريق اللي بغينا نكونوا فيه.